أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج The Press Corner، وكالعادة إليكم أبرز ما تناولته الصحافة العالمية حول ليبيا هذا الأسبوع. إذن البداية من صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية التي أوردت مقالا للسياسي الأمريكي السابق جاد بابن، تحدث فيه عن شكل المشهد العسكري والسياسي في ليبيا وسط بروز موسكو وأنقرة كقوتين فاعلتين في البلاد. ويقول بابن أنه انطلاقا من بعد الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الحرب بين روسيا وتركيا في ليبيا هي حرب صغيرة ورائعة لسببين. الأول يتمثل في عدم وجود أمريكيا يقاتل ويموت فيها، والثاني لأن الحرب في ليبيا هي حرب استعمارية تشبه تلك التي حدثت في القرن التاسع عشر حسب تعبيره. ويتابع بأنه لا وجود لشيء يستحق القتال من أجله في ليبيا باستثناء النفط والقوة الإقليمية، وهو ما يسعى إليه كلا الطرفين المتحاربين. ويرى الكاتب أن بوتين بنى اقتصادا ضعيفا نسبيا يعتمد بشكل كبير على مبيعات النفط والغاز، وأن الاستيلاء على احتياطات النفط الليبية من شأنه أن يعزز الاقتصاد الروسي لعقود، بالإضافة إلى سعي الأخيرة إلى زيادة نفوذها في إفريقيا. ولأن كل من تركيا وروسيا هما خصوم للولايات المتحدة، فإن أفضل نتيجة للحرب الليبية هي استمرارها إلى أجل غير مسمى بحسب الكاتب. ويضيف بأن نتيجة الأسوأ قد تكون بتحقيق سلام روسي تركي لتقاسم موارد ليبيا، وهو أمر سيعزز الاقتصادات الضعيفة في كلا البلدين حال حدوثه، وسيمنح تركيا القدرة على التحكم في تدفق اللاجئين إلى أوروبا، كما سيزيد بوتين من سلطته على الاتحاد الأوروبي. الآن إلى الدور الروسي في ليبيا وسط المتغيرات والتطورات التي تشهدها البلاد، حيث نشرت صحيفة موسكو تايمز الروسية مقالا للكاتبة ماريانا بلينكاي استعرضت فيه سياسة موسكو في ليبيا وضبابية الخطوة القادمة مع بروز الدور الأمريكي. وتقول بلينكاي إنه وعلى الرغم من ظهور روسيا وتركيا وكأنهما تسيطران على عملية السلام قبل بضعة أشهر، فإن القوة الرئيسية التي كانت وراء اتفاق وقف إطلاق النار الجديد هي الولايات المتحدة، الأمر الذي يثير التساؤل عما إذا كانت موسكو قد خسرت المبادرة في ليبيا بحسب تعبيرها. روسيا بلا اتجاه في ليبيا، وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية السابقة إلا أنها فشلت في تأمين وقف إطلاق النار الذي استطاعت الولايات المتحدة حمل الأطراف عليه في 21 من أغسطس الماضي، وهو أمر قد يشي بتراجع موسكو وتهديد مكاسبها التي حققتها في ليبيا في السنوات الأخيرة. هكذا استهلت الكاتبة ماريانا بلينكايا مقالها في صحيفة موسكو تايمز الروسية، قائلة إنه في الآونة الأخيرة وبعد فشل حفتر تم إسناد الدور لرئيس البرلمان في الشرق عقيلة صالح، وإنه تلقى ترحيبا ودعما لمبادرات السلام من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلا أن مبادرة صالح الأخيرة لوقف إطلاق النار لم تأتي على ذكر روسيا، وهو إغفال محبط بالتأكيد لموسكو ودبلوماسيتها بحسب الكاتبة. وتتابع بأن سياسة روسيا في ليبيا تتمثل بسعيها لتحقيق المساواة بين طرفي النزاع في العلن، إلا أن وزارة الدفاع الروسية تدعم التواصل مع حفتر، في حين يفضل المسؤولون الاقتصاديون التواصل مع حكومة السراج. وتقول الكاتبة إن الوجود الروسي في ليبيا يمكن تلخيصه في المرتزقة المنتمين لمجموعة فاغنر التي تبرأ منها الكريملين، فروسيا تشدد الكاتبة ليس لديها فكرة واضحة عن مصالحها في ليبيا. والآن وفي ظل تصميم الولايات المتحدة على منع روسيا من توسيع نفوذها في ليبيا، فمن غير الواضح ما الذي ستفعله موسكو في هذا الصراع بخلاف مساعدة شركائها في القاهرة وأبوظبي، ومع ذلك فإن الحرب لم تنتهي بعد على حد وصفها. وينضم إلينا لمناقشة هذه المقالات عبر سكايب من لندن المحلل السياسي عادل الحامدي. أهلا بك أستاذ عادل. إذن بداية، جاد بابن قال بأن سياسي، وهو سياسي أمريكي سابق ووكيل وزارة الدفاع في عهد بوش الأب، قال في مقاله في واشنطن تايمز أن الحرب في ليبيا هي حرب رائعة، وقال أنه من مصلحة واشنطن أن تستمر باعتبار أن روسيا وتركيا خصمين مفترضين للولايات المتحدة. فكيف يمكن أن نفهم هذا القول وسط ما تشهده ليبيا الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم ولمشاهديكم الكرام. طبعا بالتأكيد المقال الذي يتحدث عن الحرب الدائرة في ليبيا والتي يصفها من وجهة النظر الأمريكية بأنها ربما تكون حربا صغيرة وممتعة قد تكون بهذا الشكل، وأنها تدور بين قوتين ليس من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى تركيا وروسيا، وأنه ليس هناك جندي أمريكي يمكن أن يسيل دمه في ليبيا، وبالتالي الحرب من هذه الزاوية غير مكلفة للولايات المتحدة الأمريكية، لكنها أيضا من زاوية أخرى كما يشير المقال أيضا مضرة بميزان القوى داخل ليبيا، وأيضا مضرة بمكانة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا. ومن هذه الزاوية سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض ما يمكن تسميته بوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة. طبعا التقرير يذهب بعيدا في تحليل مصالح روسيا في ليبيا، وهل صحيح أن روسيا تسعى إلى إقامة قاعدة عسكرية جديدة في ليبيا ربما تكون هي بديل عن قاعدتها العسكرية في طرطوس، ويسعى ويذهب أكثر من ذلك في مصالح موسكو في دعم خليفة حفتر أو قوات خليفة حفتر في الشرق الليبي. ربما أهمية المقال تكمن في أنه يضع أو يسلط الضوء على الرؤية الأمريكية في التعاطي مع الشأن الليبي، وكيف أن الولايات المتحدة الأمريكية. نعم أستاذ عادل، ولكن بعد الإقرار بأن وقف إطلاق النار أستاذ عادل قد تم، لو تسمح لي أستاذ عادل، إذا بعد الإقرار بأن تم أو أن وقف إطلاق النار قد تم برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، فإلى مدى يصح القول بأنه من صالحها أن يستمر الصراع مثلما أورد الكاتب في مقاله؟ طبعا الحديث عن أن من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يستمر هذا الصراع وهذه الخصومة بين طرفين رئيسيين، كلاهما تأخذ منه الولايات المتحدة الأمريكية مواقف متحفظة، فالولايات المتحدة الأمريكية في علاقتها مع روسيا هي علاقات مرتبكة دائما، والصراع الروسي الأمريكي هو صراع قديم ليس فقط في شمال أفريقيا وفي ليبيا، وإنما أيضا في الشرق الأوسط وفي مناطق. لكن واشنطن فيما سبق كانت قد أيدت تحركات تركيا في ليبيا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية أيدت تحركات تركيا في ليبيا لأنها تحد من نفوذ موسكو في ليبيا، وبالتالي عندما وقف السفير الأمريكي مؤيدا للتحرك الليبي التحرك التركي في غرب ليبيا، وأنه استطاع أن يوقف المد خليفة حفتر في غرب ليبيا، كان هذا يعبر عن موقف أمريكي للحد من نفوذ روسيا هناك، وبالتالي فالخلاف بين تركيا وبين روسيا هو والمدعوم أمريكيا هو يحقق أيضا المصالح الأمريكية ويستنزف القوتين الرئيسيتين في ليبيا، أعني هنا تركيا وروسيا، وبالتالي من هذه الزاوية فهو يحقق مصلحة الأمريكية. أكثر من ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى في ليبيا ترى بأنها منطقة نفوذ أو منطقة الثروة الطبيعية للنفط. نعم أستاذ عادل، ما زلنا مستمرين في نفس المقال، محفوظة هنا، ما زلنا إذن مستمرين في نفس المقال، لكن بابن أيضا أكد على نقطة ربما خلافية، فهو تارة يقول بأنه لا يوجد على الأرض فعلا ما يستحق القتال في ليبيا، وتارة أخرى يقول بأن أسوأ نتيجة لواشنطن هي أن يتحقق سلام روسي وتركي، فأيهما الجيد وأيهما السيء فعلا طبعا بالنسبة لواشنطن؟ بالنسبة لواشنطن أن يتحقق سلام أو اتفاق تركي روسي في ليبيا بدون مراعاة للمصالح الأمريكية، فإن ذلك يكون بالتأكيد على حساب المصالح الأمريكية، ولذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية التي توصلت إلى وقف لإطلاق النار، وقد كان واضحا المقال في ذلك عندما أقر منذ البداية بأنه ما كان لوقف إطلاق النار أن يتم لولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية التي استطاعت فرض هذا الخيار على الطرفين الرئيسيين. الآن هنالك على أرض الواقع، ربما ما لم يشر إليه المقال، على أرض الواقع هناك قوات تتغير، هناك شخصيات تتغير تتقدم وأخرى تتأخر. علينا أن نتذكر بأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يشر إليه كاتب المقال هو جرى بين قوتين رئيسيتين، أي بين حكومة الوفاق ممثلة في فايز السراج وبين البرلمان ممثل في عقيلة صالح، بالتالي فإن سنعود إلى ذلك أستاذ عادل لنواصل مع الكاتب
في موسكو تايمز، حيث قالت بأن وقف إطلاق النار في ليبيا تم برعاية أمريكية، وقالت أن ذلك ربما يشير إلى خسارة موسكو للمبادرة وللتحكم على أرض الواقع فعلا في ليبيا. فهل ترى أن روسيا قد خسرت مبادراتها في ليبيا؟ ولو قلنا بذلك، فماذا عن استمرارها في التحشيد في المنطقة؟ روسيا منذ البداية تدخلت في الشأن الليبي كطرف إلى جانب شرق ليبيا، وبالتالي فإن زيارة خليفة حفتر إليها في العام 2016 لمرتين كانت عبارة عن موقف روسي مساند للشرق الليبي، وبالتالي فروسيا أو موسكو منذ البداية فقدت زمام المبادرة، واعتبرت أو كانت ترى في خليفة حفتر ربما يشكل نموذجا مصغرا للرئيس بشار الأسد في ليبيا، وبالتالي فالحديث عن أن موسكو خسرت المبادرة في ليبيا هي منذ البداية كانت طرفا منحازا لصالح خليفة حفتر، وبالتالي ليست هي الذي يبادر لإصلاح ذات البين بين الليبيين. على الرغم تضيف الكاتبة أيضا بأن موسكو ليس لديها بالأساس فكرة واضحة عن مصالحها التي، إذا قلنا بأن موسكو أو كما تقول الكاتبة ليس لديها فكرة واضحة عن مصالحها في ليبيا، أي مصالح بالذات ترجو وتحمي في ليبيا، وأن وجودها يتلخص فقط بالمرتزقة. فكيف يمكن أن نفهم هذا الطرح؟ وهل موسكو تعتمد على الارتجال فعلا في وجودها في ليبيا وليس لديها أي مصالح أو استراتيجيات واضحة؟ قد يكون من المراهقة السياسية الحديث عن أن موسكو لا تعرف مصالحها في ليبيا، وأن موسكو التي دفعت ثمنا باهظا إلى في دعم خليفة حفتر وموقف سياسي واضح لصالح خليفة حفتر، يمكن أن نقول بأنها غير مدركة أو غير يعني معنية بمصالحها. لا، على الأقل هذا ما يبدو. مصالحها هي تسعى لأن تكون لأن تحصل على موطئ قدم في ليبيا، تريد ألا تخسر ليبيا كما خسرتها أيام 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 العقيد القذافي رحمه الله، وبالتالي فإن موسكو عندما تدخلت إلى جانب خليفة حفتر ودعمت قوة خليفة حفتر والحلف الداعم لخليفة حفتر وعلى رأسه مصر، لم تكن كانت تدرك تماما ماذا تريد في ليبيا، كانت تريد أن تؤمن مصالح موسكو في ليبيا وأن يكون لها ربما أيضا أثر في الثروة النفطية الموجودة في ليبيا، وبالتالي القول بأن موسكو لا تدرك مصالحها هذا غير دقيق. والحديث عن إذا انطلاقا من قولك بأن موسكو تملك استراتيجية واضحة وهي تعلم بالضبط كيف تحمي مصالحها، الآن نرى بأن الولايات المتحدة باتت أكثر تفاعلا ونشاطا في الملف الليبي، ونعلم أيضا بأن الهدف الرئيسي هو احتواء النفوذ الروسي، فبرأيك ما هي الخطوة القادمة أو الاستراتيجية القادمة التي ستعتمدها موسكو للدفاع عن مصالحها في ليبيا ضد التدخل الأمريكي المكثف؟ طبعا نحن نعلم بأن المعلومات الموجودة حاليا بأن موسكو ما زالت مستمرة في تسليح حلفائها في الشرق الليبي، وهنالك معلومات وأنباء أن أسلحة جديدة ما زالت تصل إلى الشرق الليبي، وهذه معلومات ربما لم يذكرها المقال. مصلحة روسيا ما زالت قوية ومؤثرة في الملف الليبي، وأعتقد بأن الخطوة المقبلة هي في إمكانية الحصول على ما يسمى بالحل السياسي الذي يضمن مصالح حلفاء موسكو في ليبيا، وأعني هنا أيضا الشرق الليبي، والآن ربما قد يكون عقيلة صالح هو الورقة الأخرى التي يمكن أن تمثل بديلا عن خليفة حفتر بعد الرفض الذي جرى لخليفة حفتر. نعم أستاذ عادل، سنأتي على ذلك بعد قليل، ابقى معنا. إذن الآن اتفاق وقف إطلاق النار بين فرقاء المشهد في ليبيا، حيث نشرت صحيفة The Independent البريطانية مقالة للكاتب أحمد أبو دوح ناقش فيه بعض الأسباب التي قال إنها ستؤدي إلى فشل وقف إطلاق النار. ويقول الكاتب إن وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في وقت واحد مع رئيس البرلمان في الشرق عقيلة صالح قد جاء بمثابة دفعة فعالة لإنهاء مشروع الحرب وبدء نوع
نوع جديد مما وصفها بشراكة السلام، وذلك بعد عدة سنوات من الحرب التي تحولت إلى مشروع ضخم يضم العديد من الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين حسب تعبيره. ويرى الكاتب بأن السياسيين الذين أعلنوا الهدنة يملكون سلطة إعلان وقف إطلاق النار، ولكنهم لا يملكون القدرة على فرضه. ويتابع بأن أي توقف مؤقت في القتال الآن يعني أن المستقبل السياسي لحفتر قد انتهى بالفعل. لذلك فإن الخيار الواضح بالنسبة للأخير هو استمرار القتال، بالإضافة إلى وجود عدد من الدول الخارجية الفاعلة التي لا ترغب بإنهاء مشروع الحرب حسب تعبيره. فموسكو التي عززت وجودها في ليبيا بالمرتزقة تعتبر وقف إطلاق النار الذي تدفع به الولايات المتحدة خدعة لإحباط نفوذها العسكري والاقتصادي والسياسي. أما الإمارات الداعم الآخر لحفتر فمن المحتمل بحسب الكاتب أن تشعر بالتوتر من الدفع الجديد نحو انتهاء أو انهاء القتال. فالأخيرة تعتقد أن نوعا من الحرب المستمرة ولكن المدارة هي السبيل الوحيد لوقف النفوذ التركي. ويعلق الكاتب بأنه إذا لم يلقي حفتر وقادة ميليشياته أسلحتهم ويدمجوا طموحاتهم الشخصية في عملية سياسية فقد يحافظون على استمرار الحرب لبعض الوقت، لكنهم في النهاية لن يجدوا مكانا في مستقبل ليبيا. إذن إلى شبكة بلومبرغ الأمريكية التي أوردت مقالا للكاتب بوبي غوش ناقش فيه مدى نجاعة اتفاقات الهدنة أو التهدئة بين الأطراف المقاتلة في ليبيا وتأثيرها على مفاوضات وقف إطلاق النار. ويقول الكاتب إن لحظة رئيس البرلمان في الشرق عقيلة صالح قد حانت أخيرا، ويقع على عاتقه الآن العمل على تحقيق سلام دائم مع حكومة الوفاق بعد أن نمت مكانته على حساب حفتر بعد سلسلة من الانتكاسات في ساحة المعركة التي عانى منها الأخير. فرص الحرب في ليبيا في النهاية السلمية قليلة جدا، هكذا عنون الكاتب بوبي غوش مقاله في بلومبرغ، قائلا إنه على الرغم من إصدار السراج وصالح دعوات متبادلة للتهدئة رفض حفتر عرض حكومة الوفاق ووصفه بأنه حيلة تسويقية، موقف قد يفتقر للداعمين. فمصر وروسيا الداعمتان الرئيسيتان لحفتر أشارتا إلى تفضيلهما وقف إطلاق النار كما فعل أعضاء جامعة الدول العربية، فيما ألقت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بثقليهما وراء مبادرات السلام الأخيرة. فهل يمكن أن نكون متفائلين بوقف إطلاق النار في ليبيا؟ يجيب الكاتب بأن الفارق الكبير هذه المرة أن المبادرة في يد صالح، فيما وصفتها مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في تصريح خاص للشبكة بأنها لحظة مهمة يجب ألا تضيع، مشددة على أنها المرة الأولى منذ فترة طويلة التي نرى فيها استعدادا من قبل اثنين من القادة الرئيسيين لصياغة ما يمكن وصفه حقا إنه حل مصنوع في ليبيا. ويرى الكاتب أن صالح لا يمكنه الحفاظ على تفوقه السياسي على حفتر إلا إذا تمكن من الحصول على شروط جيدة من السراج، فالطرفان يريدان وقفا دائما لإطلاق النار تتبعه انتخابات على مستوى الدولة، لكنهما لا يتفقان على من يجب أن يدير البلاد في غضون ذلك، مستدركا بأنهما سيختلفان بلا شك حول الدور المستقبلي لداعمهما الأجانب في ليبيا. ويعلق الكاتب بأن مفاوضات وقف إطلاق النار ستكون صعبة وتستغرق وقتا طويلا حتى بافتراض أن حفتر لن يعيقها كما فعل من قبل، وسيحتاج صالح إلى كل المساعدة التي يمكن الحصول عليها من المجتمع الدولي بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحظ. نعود إليك مجدداً أستاذ عادل. إذن انطلاقاً من The Independent، أين يرى الكاتب بأن وقف إطلاق النار ولو كان مؤقتاً يعني أن المستقبل السياسي لحفتر قد انتهى بالفعل، فالخيار الوحيد بالنسبة له هو استمرار القتال. فهل تعتقد أن التطورات السياسية التي تشهدها ليبيا من ظهور عقيلة صالح في المشهد وبروز دور الولايات المتحدة ستسمح فعلاً بأي فرصة لاستئناف القتال مجدداً؟ يجب أن نأخذ هذا المقال الذي كتبه أحمد أبو دوح من زاويتين. الزاوية الأولى أن هذا المقال يقدم قراءة واقعية ومباشرة لتطور الأحداث والأطراف التي أسهمت في نقل الصراع من صراع مسلح إلى صراع سياسي وبروز القوى السياسية على الأرض. ويجب أيضا أن نأخذ أيضا البعد الآخر، وهو أن هذا المقال لا يمكن أو لا يشير إلى أن في التسويات السياسية وأن
إقادة الحروب العسكرية لا يمكن أن ينتهوا هكذا دون أن يكون لهم أثر. خليفة حفتر والمرتزقة وعلاقاته الدولية والأسلحة التي تلقاها ولا زال يتلقاها من القوى الدولية الداعمة له لا يمكن أن ينتهي بجرة قلم، وبالتالي فإن الحديث عن نهاية حفتر لصالح القوى السياسية الجديدة هذا ربما حديث سياسي وربما قد يكون تبسيطي أكثر من اللزوم. خليفة حفتر الآن لا ما زال يتقوى، ما زال يجلب عناصر الفاغنر، روسيا ما زالت متمسكة به، لم تجد إلى حد الآن البديل المناسب ليعوض خليفة حفتر على الأرض، وبالتالي القول بأن خليفة حفتر انتهى أو أن مستقبله السياسي قد انتهى هذا عبارة عن موقف سياسي يعبر عن الموقف غالبية قوى السياسية في غرب ليبيا. ربما أيضا ما أشار له المقال كذلك هو الحديث عن أن اتفاق الهدنة لم يأخذ بعين الاعتبار القوى النافذة على الأرض، أي أن هنالك قوات مسلحة سواء في غرب ليبيا أو في شرق ليبيا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، وأن الأطراف التي أسهمت في الوصول إلى وقف إطلاق النار وعلى رأسها عقيل الصالح في الشرق الليبي يحتاج مرة أخرى إلى القراءة. هل يملك، يتساءل طبعا المقال، هل يملك عقيل الصالح أن يمسك بزمام المبادرة وأن يكون صاحب الكلمة الفصل في الشرق الليبي وأن يعبر عن موقف الشرق الليبي؟ لكن هذا ربما لم يجب عنه، لكن تجيب عنه أيضا الأحداث العسكرية من أن لكن هذا موقف حفتر. أما في بلومبرغ فقد أورد الكاتب، في بلومبرغ أورد الكاتب بأن روسيا ومصر تؤيدان وقف إطلاق النار فعلا، فكيف تقرأ هذا الموقف؟ كان هنالك حديث عن أن الوضع الحالي يجب أو أن المتحدة الأمريكية التي كانت ترى في الموقف التركي الذي حد من تمدد تمدد خليفة حفتر في غرب ليبيا وهو تمدد لصالح موسكو، كان هذا يعبر عن مصالح أمريكية، وتلقت الأطراف مصر تحديدا تلقت الرسالة الأمريكية بوضوح، وبالتالي لم يكن أمام مصر والإمارات العربية المتحدة غير أن تلبي وأن تدعم الموقف الأمريكي وهو موقف وقف إطلاق النار والسعي من أجل الحد من نفوذ موسكو. وبالتالي فالقول عن أن قرار مصر أو موقف مصر الداعم لوقف إطلاق النار يعبر عن موقف السيادي أو استقلالي هذا كلام لا معنى له، ويعبر كما قلت لك مرة أخرى بأن مصر والإمارات العربية المتحدة وكلاهما داعم لخليفة حفتر إنما يعبر عن الموقف الأمريكي. نعم، والآن في ظل بروز الدور الأمريكي وانصياع الدول الإقليمية معه، هل يمكن أن تتجه الأحداث باتجاه مختلف كأن نشهد تصعيدا عسكريا مثلا؟ طبعا الخلاف بين الطرفين الشرقي والغربي، أي شرق ليبيا وغرب ليبيا، ما زال خلافا كبيرا حول المرحلة الانتقالية. ما تم التوصل إليه إلى حد الآن فقط هو خضوع الطرفين للقرار الأمريكي أو للرغبة الأمريكية بوقف إطلاق النار. المرحلة المقبلة هي المرحلة الأكثر صعوبة وتحديا لجهة الملفات التي المختلف حولها، وعلى رأس هذه الملفات من سيدير المرحلة الانتقالية؟ هل تديرها حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الطرف الدولي المعترف به دوليا أو الطرف الشرعي المعترف به دوليا، أم أن هذه المرحلة سيديرها مجلس رئاسي جديد مكون من 3 شخصيات كما ترى إرادة بذلك عقيل صالح؟ ثم أكثر من ذلك، أين سيتم إدارة هذا؟ هل سيتم إدارتها كما قال أو كما اقترح عقيل صالح في سرت على أن تكون سرت هي العاصمة الإدارية وهو مطلب قديم كان تتقدم القذافي؟ إذا كانت هناك اتفاقات سابقة عديدة حول وقف إطلاق النار ولكنها في أغلبها فشلت، لكن هنا ربما ترى الكاتبة في بلومبرغ بأن الفارق في هذا الاتفاق وهذه المرة بأن عقيل صالح هو جزء من المبادرة وليس حفتر، فهل برأيك تعتقد أن وجود صالح سيمنح وقف إطلاق النار فعلا فرصة أكبر للتحقق اليوم؟ ولماذا تتفائل سيفاني ويليامز كثيرا حين صرحت لشبكة بأن هذه اللحظة هي لحظة مهمة ويجب أن لا تضيع، أي لحظة الاتفاق على وقف إطلاق النار من قبل عقيل صالح والحكومة أي سراج؟ هنالك رأيان في هذا الأمر. الرأي الأول يقول مثل ما قالت الكاتبة بأن هذه اللحظة هي لحظة تاريخية ولحظة مهمة ويجب أن لا تضيع من وجه فرض السلام، وهذه الرؤية تأخذ بعين الاعتبار قدرة هذا الذي قالتها سيفاني ويليامز والروسية على أستاذ عادل. نعم، هذا ما قالته سيفاني ويليامز، هي تستشهد كانت بما قالتها المبعوثة الأممية سيفاني ويليامز.
نعم، انا قلت لك بان هذا التوجه ينبني على اساس ان او قدره الولايات المتحده الامريكيه وروسيا على الضغط على حلفائهما في ليبيا من اجل القبول بالامر الواقع، اي الاتفاق وقف اطلاق النار، ثم الذهاب للتوافق على الخطوات المقبله، ومنها كما قلت لك المرحله الانتقاليه وصول الى الانتخابات في اذار مارس المقبل. لكن هذه الرؤيه المتفائله تعترضها العديد من التحديات والصعوبات والعقبات، وعلى راسها كما قلت لك الخلاف الرئيسي الكبير بين الطرفين حول المرحله الانتقاليه وحول الملفات الرئيسيه، ثم اكثر من ذلك بان هذه الاتفاقيه لا تاخذ بعين الاعتبار وقف اطلاق النار، لا ياخذ بعين الاعتبار الاوضاع او القوى النافذه على الارض سواء في غرب ليبيا او في شرق ليبيا. استاذ عادل، ان 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 فايز السراج مثلا قد لا يكون يعبر عن الغالبيه العظمى من قوى ثوار ليبيا، وبالتالي فان هذا قد يكون اتفاقا هشا، وان هذه المرحله قد تكون مرحله هشه، هذا فضل عن ان عقيله صالح هو يمثل. شكرا لك استاذ عادل، ليس بيده قرار كنت معنا فقرار الحرب والسلم بيدي عبر سكايب من لندن، ونحن مضطرون للختام. شكرا لك استاذ عادل. إذن الآن إلى الخلافات الداخلية التي تشهدها حكومة الوفاق، ومقال نشرته صحيفة The Guardian البريطانية للكاتب باتريك وينتر اعتبر فيه أن هذه الخلافات التي ظهرت بعد الاحتجاجات الشعبية التي تضع مستقبل عملية السلام في ليبيا موضع الشك. ويقول الكاتب أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قد قام بإيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد، وأن الأخير أبدى استعداده للتعاون في أي تحقيق يتعلق بالتهم الموجهة إليه، مطالبا بأن يكون التحقيق علنيا وعبر البث التلفزيوني المباشر. ويتابع بأن التطورات المفاجئة التي تكشفت خلال الأسبوع الماضي تحرك ليبيا بعيدا عن المخططات التي تدعمها الأمم المتحدة للبناء على وقف إطلاق النار وخطط استئناف الإنتاج النفطي المتفق عليه قبل أسبوعين. وشدد الكاتب على أن ما وصفه بالاقتتال الداخلي في الحكومة يشكل ضربة لتركيا التي تدعم حكومة الوفاق ماليا وعسكريا، لافتا إلى وجود تقارير تفيد بأن حفتر يحاول استغلال الانقسامات من خلال إقامة نقاط تفتيش حول المناطق المتنازع عليها مثل سرت. وأشار الكاتب إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز قد دعت إلى الهدوء وأعربت عن قلقها إزاء التحول الذي تشهده الأحداث، بما في ذلك تقارير عن العنف المفرط في قمع الاحتجاجات في طرابلس. وعلق الكاتب بأن ويليامز كانت تسعى إلى إحراز تقدم على بيان وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في 21 من أغسطس من قبل السراج ورئيس البرلمان في الشرق عقيلة صالح. الختام بمجلة ناشونال انترست الأمريكية التي أوردت مقال للكاتب تريفيو فيلست اعتبر فيه أن تحالفات القوى الخارجية هي التي تحدد شكل الحرب في ليبيا. واستهل فيلست بالمقال بالقول إن معظم نزاعات ما بعد الربيع العربي حروب بالوكالة أججها داعمون خارجيون، وأن ليبيا ليست استثناء. فبينما تدعم تركيا حكومة الوفاق يحظى حفتر بدعم تحالف من الحكام المستبدين العرب بما في ذلك مصر والإمارات على وجه الخصوص. ويرى الكاتب أنه من السهل فهم مشروع حفتر، فانتصار الأخير يعني أنه سيحقق ديكتاتورية عسكرية في ليبيا صديقة للمستبدين العرب ومعادية للإسلاميين. ويتابع بأن خطوط المعركة المرسومة في ليبيا تشبه خطوط الربيع العربي، فهي تضم تحالفا من الديمقراطيين والإسلاميين يشكلون حكومة شرعية ومستبدة ومتمردة. وحول الخيارات العسكرية بعد هزيمة حفتر في طرابلس يشدد الكاتب بأن الحل العسكري الفوري للصراع الليبي غير مرجح، وفي ظل عدم وجود قوة كافية لأي جانب للقيام بعمليات كبرى ضد الآخر يبدو أن الحرب تتجه نحو طريق مسدود حسب قوله. ويختم الكاتب بالقول إنه رغم سنوات الحرب في ليبيا ظلت الولايات المتحدة على الهامش، وأكد الرئيس ترامب علنا نيته في البقاء بعيدا عن ليبيا مستدركا بأن الإدارة الأخيرة لن تبتعد عن سياستها الحالية في ليبيا حال ظفره بولاية ثانية.
كان هذا كل شيء في حلقة هذا الأسبوع مشاهدينا، انتظرونا الأسبوع المقبل وملخص جديد للصحافة الأجنبية حول ليبيا. شكرا على طيب المتابعة.